دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتعرف مع حضراتكم على أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنتابعها في العرض التالي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية أول أيام امتحاناتهم بمادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم بمادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى وتشمل النحو والصرف. النهاردة تنطلق أعمال ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل تحت شعار شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك، وده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والجامعة العربية. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، منتخب بوركينا فاسو مع منتخب موريتانيا الساعة 4 العصر، وفي السابعة مساءً يلتقي منتخب تونس مع منتخب ناميبيا، والساعة 10 بالليل هيلتقي منتخب مالي مع منتخب جنوب إفريقيا. لعشاء الكرة الأسيوية موعدهم النهاردة مع مباراتين قويتين في إطار دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية، الساعة 4:30 العصر هيلتقي منتخب تايلاند مع منتخب قيرغيزستان، الساعة 7:30 هيلتقي منتخب السعودية مع منتخب عمان.